فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال رحمه الله: ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي وغيره: أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم، وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم. يا لها من كلمة! عبد الرحمن بن مهدي هذا من الأئمة الكبار رحمه الله، وقال هذه الكلمة: أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم، أما أهل الأهواء فيكتبون ما لهم ويتركون ما عليهم. هذه كلمة عظيمة واقع فيها كثير من أهل الأهواء، ولكن الله سلم منها أهل العلم الراسخين في العلم، الذين قال الله فيهم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء، الذين قال الله فيهم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهؤلاء يكتبون ما لهم وما عليهم، يبدأون بكتابة ما لهم ثم بكتابة ما عليهم، لئلا يغتر بأنهم يريدون الانتصار على الناس ولا يكتبون إلا ما لهم، فهم يكتبون ما عليهم كما يكتبون ما لهم. مثل ما فعل الشيخ هنا، بدأ بما بنصيب العلماء من التشبه باليهود النصارى. اي نعم، الحسد والكتمان. بدأ بعلماء هذه الأمة. نعم، بدأ بعلماء هذه الأمة ولم يجاملهم، بل إنه بين الحق. نعم.